هذه الشيلة من كلمات الشاعرة أم عيدة زهراني. أبدأ بذكر الله أول قبل بدعان علوم، يرضي نفوسان رضا الرحمن مطلوبها، يا مرحبا عندي قوم يحفظ ناسلوم، على الكرم والمبادئ دايم اسلوبها، راشد يرحب أبو راشد وجمع العموم، خليفة أحمد عمر بالجود يا طيبها، وصيتهم من ورا سطح القمر تدريبها، يا مرحبا عند ما شعت فروق الغيوم، من نوة تسقي يرضى الله مشاربها، يا مرحبا يا بني مالك رجال قلوب، عند الذي جايب الجودة مكاسبها، ترحيبة من دول زهران قوم العزوم، من أصغر أطفالها لكبر مناصيبها، خذوا من المرجلة من عاليات القسوم، ترحيبة رجال ما تكسر مواجبها، بني سوادة صقور في سماها تحوم، عدوهم تنتزع روحه مخاليبها، أميرهم ساعد الطيار سيفا حسوم، تدريبها الناس شرق الأرض وجنوبها، يا مرحبا باسم شيخ للجمايل عزوم، محمد عبد الله القالات ناشبها، يا مرحبا رجال يرفعون الخصوم، شجاعة في وريد الدم يجري بها، واختم كلامي بذكر اللي عزيز الرحوم، صلاة ربي على المختار مصيبها، ابدأ بذكر الله اول قبل بدعة العلوم، يرضي نفوسان رضا الرحمن مطلوبها، يا مرحبا عندي قوم يحفظ ناسلوم، على الكرم والمبادئ دايم راشد يرحب أبو راشد وجمع العموم، خليفة أحمد عمر بالجود يا طيبها، وصيتهم من ورا سطح القمر والنجوم، مذاهب طيبة والناس تدريبها، يا مرحبا عند ما شعت فروق الغيوم، من نوة تسقي يرضى الله مشاربها، يا مرحبا يا بني مالك رجال قلوب، عند الذي مكاسبها، ترحيبة من دول زهران قوم العزوم، من أصغر أطفالها لكبر مناصيبها، خذوا من المرجلة من عاليات القسوم، سهوم يوم العدو يشكي مضاربها، يا مرحبا مرحبا بوصولكم والقدوم، ترحيبة رجال ما تكسر مواجبها، بني سواد